يسير فريق كرة الطائرة بنادي الزمالك بقيادة كابتن حسن الحصري المدير الفني بخطوات ثابتة نحو الاحتفاظ بلقب بطولة كأس مصر، والتي يحمل الفارس الأبيض لقبها من الموسم الماضي بعد الفوز على الأهلي في المباراة النهائية. ويسعى لاعب الزمالك إلى مواصلة الانتصارات والتقدم خطوة جديدة نحو اللقب عندما يواجهون فريق هليوبلس بعد غد الاثنين في ربع النهائي، بعد قرار اتحاد الكرة الطائرة تأجيل اللقاء بسبب البث التلفزيوني. وتأهل الزمالك للدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر للكرة الطائرة للموسم الحالي بعد الفوز على الصيد في دور الاثنين وثلاثين بنتيجة 3-0، ثم الفوز في دور 16 على فريق بورسعيد بنفس النتيجة. ويختتم فريق كرة الطائرة بنادي الزمالك استعداداته لعبور هليوبلس إلى نصف نهائي كأس مصر في خطوة جديدة نحو تحقيق اللقب السابع له في تاريخه. ويمتلك فريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك سجلاً كبيراً من الإنجازات على المستوى المحلي والإفريقي، جعله واحد من ملوك اللعبة في مصر وإفريقيا، حيث توج ب51 لقباً منها 40 لقباً محلياً، بواقع 26 لقباً للدور الممتاز وستة ألقاب لبطولة كأس مصر ولقب وحيد للسوبر المحلي وسبعة ألقاب لدور القاهرة. كما حقق عمالقة الطائرة بالزمالك لقب دوري أبطال إفريقيا 5 مرات ولقب كأس الاتحاد الإفريقي 3 مرات وكأس أبطال إفريقيا 1 مرة والبطولة العربية 2 مرات. الفوز بكأس مصر الموسم الماضي جاء بعد 6 سنوات عجاف لم يفز فيها الفريق ببطولات ليعيد الثقة لفريق بطل اعتاد على اعتلاء منصات التتويج في كل البطولات.